أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا،
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزالكم ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها وإن تدع نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيئا ولو كان المدعو قريبا لها إنما تخوف أيها الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب وأتم الصلاة على أكمل وجهها
فهم الذين ينتفعون بتخويفك، ومن تطهر من المعاصي وأعظمها الشرك فإنما يتطهر لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليه، فالله غني عن طاعته، وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة، كما لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الكفر والإيمان، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا تستوي الجنة والنار في آثارهما، كما لا يستوي الظل والريح الحارة. وما يستوي المؤمنون والكفار، كما لا يستوي الأحياء والأموات. إن الله يسمع من يشاء هدايته، وما أنت أيها الرسول بمسمع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور. ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله. إنا بعثناك أيها الرسول بالحق الذي لا مرية فيه، مبشرا للمؤمنين بما أعد الله لهم من الثواب الكريم، ومنذرا للكافرين مما أعد لهم من العذاب الأليم. وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها من عذابه. وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت الأمم السابقة لهؤلاء رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، جاءتهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وجاءتهم رسلهم بالصحف وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله، ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاءوا به من عنده، فأهلكت الذين كفروا. فتأمل أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم. ألم ترى أيها الرسول أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر، فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفا ألوانها، فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها، بعد أن سقينا أشجارها منها، ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حالكة السواد، ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور، إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه، لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته. إن الله عزيز لا يغالبه أحد، غفور لذنوب من تاب من عباده. إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه، وأتموا الصلاة على أحسن وجه، وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرا، يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد، ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم من فضله، فهو أهل لذلك. إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات، شكور لأعمالهم الحسنة. والذين أوحيناه إليك أيها الرسول من الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه، الذي أنزله الله تصديقا للكتب السابقة. إن الله لخبير بعباده بصير، فهو يوحي إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها. ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخترناهم على الأمم القرآن، فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل.
جنات إقامة يدخلها هؤلاء المصطفون، يلبسون فيها لؤلؤا وأسوارا من ذهب، ولباسهم فيها حرير. وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا لغفور للذنوب من تاب من عباده، شكور لهم على طاعته. الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقلة بعدها من فضله، لا بحول منا ولا قوة، لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء. ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده، ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفار، فقال: والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيها، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب، ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيئا. مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه. وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل عملا صالحا مغايرا لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك ونسلم من عذابك. فيجيبهم الله: أولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر، فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا، وجاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله، فلا حجة لكم ولا عذر بعد هذا كله، فذوقوا عذاب النار، فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففه عنهم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا يفوته شيء منه، إنه عليم بما يخفيه عباده في صدورهم من الخير والشر. هو الذي جعل بعضكم أيها الناس يخلف في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثم كفره وعاقبه عائد عليها، ولا يضر كفره ربه، ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه إلا بغدا شديدا، ولا يزيد الكفار كفرهم إلا خسارة، حيث إنهم يخسرون ما كان أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، ماذا خلقوا من الأرض؟ أخلقوا جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا دوابها؟ أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات؟ أم أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم؟ لا شيء من ذلك حاصل، بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا. إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال، ولأنزالتا على سبيل الفرد، فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه، إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفور لذنوب من تاب من عباده.